تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي هذا بسامراء وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد هبوا من الأجداث إن عداكم خطت لكم ضيما على العرنين تركت بني طه وهم أمراؤكم ما بين مسموم وبين طعيني هنلوح يا زهرة علي آمنه تنوحين نوحج على المسموم لا نوحج على حسن حلة نادت والدمع بالخد بادي إن تسألوني يا خلوك كلهم أولى لكن مصاب حسين صاطي في فادي وعظم علي لنعى ناعي على حسين وحسينا أبكي على أولادي قضاه أو بالسيف والسم وأبكي على أبوهم ذبيح الابن ملجأ وإن كان بالله تسألوه نياه وعظام أعظم علي لنعى ناعي على حسن دهري رماني بالرزايا آيب كل غاء وشتت أولادي عن يمين وعن شمع ما شوف ساعة فارغة من اللوح بالي كل المصايب هونا تمصيبة حسن أبكي على أولادي ذبايا يحيوم عاشو واني نصبت العزايا ليهم وسط القبو
ونسيت ضلعي بصير الباب مكسور واعظم علي لنا ناعي على حسين على حسين وحسني المرجع لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم شقي وسعيد آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. نقطتان نتحدث فيهما بحسب ما يتسع به المقام. النقطة الأولى في بيان معنى السعادة والشقاء. النقطة الثانية في بيان أقسام السعادة. أولا في بيان معنى السعادة والشقاء، يقول العلماء أن السعادة والشقاء هما من الصفات النفسانية وليس من الصفات الواقعية. ما معنى هذا الكلام؟ التفت لهنا جيدا. العلماء يقولون الصفات التي يتصف بها الإنسان هي على قسمين، أكو عندنا صفات نفسانية وأكو عندنا صفات واقعية. شنو الفارق بينهما؟ الفارق بينهما أن الصفات النفسانية هي التي لا تنفك عن الإدراك، لا بد من الإدراك فيها، بينما الصفات الواقعية هي التي لا تتأثر بالإدراك، فيكون الإنسان متصف بواحدة منها سواء التفت أو لم يلتفت. خل أبين لك بمثال. مثلا من الصفات التي يتصف بها الإنسان صفة الحزن والفرح. الحزن والفرح هما من الصفات النفسانية التي لا تنفك عن الإدراك، لا بد من الإدراك فيها. شلون؟ يعني الإنسان متى يعيش في حالة من حالات الفرح؟ إذا التفت إلى شيء يفرحه يعيش حالة من حالات ماذا؟ حالة من حالات الفرح. ومتى يحزن الإنسان؟ يحزن الإنسان إذا التفت إلى الأشياء التي تحزنه تضجره، يعيش حالة من حالات ماذا؟ حالة من حالات الحزن. لذلك الحزن والفرح هما من الصفات النفسانية التي لا تنفك عن الإدراك، لا بد من الإدراك فيهما، بينما الصفات الواقعية لا تتأثر بالإدراك، فيكون الإنسان متصف بواحدة منها
سواء التفت أو لم يلتفت. مثل ماذا؟ نظير ماذا؟ نظير السلام والمرض. السلام والمرض. الإنسان في هالحياة الدنيا إما أن يعيش سليما خاليا من الأمراض، أو أنه يعيش سقيما مبتلى بالأمراض المستعصية وغيرها. سواء التفت لسلامته أو لم يلتفت فهو يعيش حالة من حالات ماذا؟ سلام، فهو سليم. وهو الذي سواء التفت إلى مرضه أو لم يلتفت فهو يعيش بأنه حالة مرضية وسقيم. فإذا المرض والسلامة من الصفات الواقعية التي لا تتأثر بالإدراك، سواء التفت الإنسان أو لم يلتفت فهو إما مريض وإما سليم. بعد بيان هذا نقول العلماء يقولون السعادة والشقاء هما من الصفات النفسانية التي لا تنفك عن الإدراك، لا بد من الإدراك فيهما. وخل أبين إليك شلون. قالوا أن السعادة، التفت لهنا جيد، قالوا أن السعادة هي معناها اللذة العقلية، والشقاء معناه الألم العقلي. شلون؟ قالوا أن الإنسان يلتذ بالحياة بلذتين، أكو عندنا لذة حسية وعندنا لذة عقلية، وراح أجيب لك مثال. والألم الألم الذي يستشعر به الإنسان إما أن يكون ألما حسيا أو ألم عقلي، وراح أبين لك بمثال. مثلا تدخل يوم من الأيام إلى البيت وتستقبلك تلك المرأة المؤمنة التقية المحافظة على بيتها والتي تعشق زوجها وتحب الحياة مع زوجها، تستقبلك بعصير طازج أول ما تدخل البيت. والله على كيفك، أنت شو تريد؟ شوف أنت ذاك اليوم راضين عنك، شو مسوي؟ شو مسوي لها؟ رايح ماخذ لها طقم ذهب أو رايح لها وكالة الحداد؟ ها؟ شوف أنت شو مسوي. فتستقبلك بهذا العصير وتشرب ذلك العصير، تشعر بماذا؟ تشعر بلذة. هذه اللذة يعبرون عنها لذة ماذا؟ حسية، شعرت بها بحواسك، هذه اللي يعبرون عنها اللذة الحسية. بينما الألم الحسي مثل شراب الدواء، الدواء بطبيعته مر المذاق. لذلك شوف الإنسان كثير من الناس يبتعد عن شرب الأدوية حتى لو وصف له الدواء. بطبيعة الإنسان إذا شرب الدواء يشعر بألم، هذا الألم اللي يعكر صفو مزاجه ويجعل يبتعد عن شرب الدواء، يعبرون عن الألم ماذا؟ الألم الحسي، شعر به بحواسه. إذن اللذة الحسية مثل شراب العصير يا أبو زينة، والألم الحسي مثل شراب الدواء. بينما الألم العقلي واللذة العقلية شنو معناها؟ خل أجيب لك مثال. يوم من الأيام يدخل عليك ابنك وشوف الدنيا ما شايلتنا من الفرحة، قل لي يا ولدي اليوم أنت مو على حالتك الطبيعية، شوفك فرحان، الأرض ما جاية تشيل من الفرح. يقول لك بابا اليوم الأستاذ أعطانا امتحان وأنا جبت علامة كاملة في الامتحان.
يستشعر هذا الطفل بماذا؟ يشعر بلذة، لكن ما شعر بها بحواسه، وإنما شعر بها بماذا؟ بعقله، لأن بإدراكه وصل إلى هذا المستوى، بعقله وصل إلى النجاح، لا بحواسه وإنما بالعقل. لذلك يعبرون عنها لذة عقلية. طبعا هذه اللذة العقلية هي السعادة يا إخوان. خلنا نجي الآن إلى الألم العقلي. الألم العقلي، يجي ابنك يوم، نفس المثال، يجي ابنك بس بصورة أخرى معكوسة، يجي ابنك يوم من الأيام راجع حزين متجذر، ولدي يقوم يتغدى قال ما اشتهي اكل، ها قوم اسوي ما لي شغل اسوي هذا، ما لي مزاج، زين نقوم نروح المكان ما لي مزاج، تسأل شنو فيك؟ مو على حالتك الطبيعيه. يقول هذا اليوم انا لم اهتدي لجواب الامتحان، فاشعر بماذا؟ فأشعر بتألم، لكن هذا مو تألم بحواس، شعر بتألم في ماذا؟ في إدراكه، في عقله. ولذلك يشعر بماذا؟ يشعر بألم. ولذلك هذا، خل أبين لك مثال آخر أوضح من هذا المثال، والمشكلة أنه ما يستشعر به إلا أهل الفن، وراح أضرب المثال على الخطباء. إذا يوم من الأيام حتى تدرك معنى قيمة هذا المنبر الشريف، وحتى تعرف قيمة خدمة سيد الشهداء، إذا يوم من الأيام خطيب يدخل إلى المجلس ويصعد على المنبر وسبحان الله أبدى بكل ما أوتي من قوة، لكن ما توفق، ما حصل على توفيق، صدقني بالله ما يضع رأسه على وساد، ما يخلي راسه على وساده، ما تهدأ له عين، ولا تغفو له عين، ولا يهدأ له بال، يشعر بتألم. ليش ما توفقت بهالمجلس؟ شنو الأسباب اللي جعلتني ما أتوفق بهالمجلس؟ لذلك يشعر بماذا؟ يشعر بألم. هذا الألم يعبرون عنه الألم شنو؟ الألم العقلي. هذا الألم العقلي يا إخوان هو الذي يعبرون عنه الشقاء. فالشقاء هو عبارة عن الألم العقلي، واللذة العقلية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن السعادة. واضح؟ جي للنقطة الثانية. ايش في ما تمكم الليل حار؟ شنو السالفه؟ لو انا حران ما ادري. زين، نجي الان الى النقطه الثانيه في بيان اقسام السعاده. هالليل انا وياكم في مجلس الثاني، انتهينا منه من مغرب. النقطة الثانية في بيان أقسام السعادة. السعادة يا إخوان تنقسم إلى قسمين، أكو عندنا سعادة حقيقية وأكو عندنا سعادة وهمية. حتى أبين لك هذا لابد أن نتطرق إلى نظرية طرحها علماء الاجتماع، يعبرون عنها نظرية امتداد الوجود. وقبل أن أذهب إلى النظرية لابد أن أشير إلى ذهنك هالغريزة هذه. إحنا أيام 10 محرم الحرام اتطرقنا إلى بعض الغرائز التي جبل عليها الإنسان في هذه الحياة، من جملتها غريزة حب الكمال كما أسلفنا سابقا. الليلة نريد نتطرق إلى غريزة أخرى، وهي غريزة حب الدنيا والتعلق بهذه الدنيا.
أكو واحد قلبه مو متعلق بالدنيا؟ إلا ما رحم ربي، وإلا كلنا متعلقون بهذه الدنيا. لكن هذه الغريزة كيف يمارسها الإنسان؟ كيف يشبعها الإنسان؟ كيف يعبر عن حبه وتعلقه بهذه الدنيا؟ هنا إجا العلماء قالوا عندنا نظرية يعبرون عنها، نظرية امتداد الوجود. شنو نظرية امتداد الوجود؟ قالوا هي المتمثلة في الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دير بالك يا مهنة، شوفوا هذا التقسيم في الآية المباركة، لعب وله زينة وتفاخر وتكاثر. علماء التفسير يقولون هذا التقسيم تقسيم زمني وليس تقسيم صفتي. يعني ماذا؟ يعني مو كل هذه الصفات والمراحل كلها يعيشها الإنسان في مرحلة واحدة من عمره. قالوا لا، في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان في الحياة الدنيا يعبر عن حبه وتعلقه ويمارس هذه الغريزة بنمط يختلف عن النمط الآخر. خل أبين لك، شوفوا أول مرحلة يعيشها الإنسان وهي مرحلة الطفولة. الطفل الصغير اللي في مقتبل عمره لم يبلغ الحلم، هذا كيف يعبر عن حبه وتعلقه بالدنيا؟ بأي نمط؟ أول نمط أشارت إليه الآية وهو نمط اللعب. لما تشوف الطفل عنده حب وميلان للعب، هذا يعبر عن حبه وتعلقه بالدنيا بهذا الشكل، بهذا النمط. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لعب ثم لهو، وهي التي تأتي بعد مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، لهون. ولذلك انت تلاحظ كثير من الشباب كثير من الشباب يتصرف تصرفات لهوية لا تعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. تقول ليش هذا يسوي هالفعل هذا؟ لأنه محب إلى هذه الدنيا ومتعلق بهذه الدنيا، وهو الآن في هالمرحلة يعبر عن حبه وتعلقه وتشبثه بالدنيا بهذا النمط. هذا اثنين. ثلاثة، وهي مرحلة الشباب، لعب ولهو، ثم قالت الآية المباركة وزينة. بعد من يوصل لمرحلة الشباب، شوفوا لي امرأة قمة في الجمال، يريد السيارة الفاخرة جميلة، يريد المسكن الفاخر، الغرفة الفلانية، الأثاث الفلاني، يتعلق بكل شيء فيه زينة. ولذلك تمر بعض الأيام، بعض الساعات تمر على الشباب يشوفه قاعد يلمع سيارته، يهتم بنظافة سيارته أزيد مما يهتم بنظافة الجسدية. عدل ولا؟ إذا شوفه دائما يهتم بالأشياء ويتعلق بالأشياء التي فيها زينة. عبرت عنها الآية. ثم لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. من يتزوج ويجيب أولاد، أنا عندي الأولاد كذا من العدد من الأولاد، أنا من المنطقة الفلانية، أنا من العائلة الفلانية، أنا من المنطقة الفلانية، أنا من البيت الفلاني، أنا إنسان عربي يهتم بعروبته، يتفاخر بعروبته، بحسبه، بنسبه، بعشيرته. هذه مرحلة
والمرحلة الأخرى وهي آخر مرحلة يعيشها الإنسان، نسأل الله حسن خاتمة، وهي مرحلة الشيخوخة. لعب له زينة تفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. بعد من يوصل إلى هالمرحلة يبقى يريد يكون إلى وجود في الحياة وإن صار تحت التراب. هذا اللي يعبرون عنه العلماء الوجود الاعتباري، لأن عندنا الوجود وجودان، إن شاء الله إذا وفقنا في مجلس آخر. الوجود وجودان، وجود حقيقي والوجود هذا اللي يعبرون عنه الوجود الاعتباري. شلون يكون إلى الإنسان وجودا وإن صار تحت التراب؟ يكون إلى وجود بماذا؟ قالوا يكون إلى وجود بكثرة الذرية وكثرة الأموال التي جمعها. ومن يوصل إلى هالمرحلة قال الحين أنا سعيد، أنا الآن وصلت إلى السعادة اللي ما وصل إليها أحد، الحمد لله. في كل قطر له ولد، في كل قطر له ذرية، وفي كل بقعة له رصيدا وأثر مالي. يقول أنا الآن أموت وأنا شنو؟ وأنا مرتاح، وصلت إلى السعادة. لكن هل هي سعادة حقيقية؟ أسألك، هل هي سعادة حقيقية؟ وهل السعادة كثرة المال والولد؟ يا ما أناس أنجبوا من الذرية لكن جروا على أنفسهم الويل والثبور. مجتمع ما يرحم، مجتمع ما يرحم. انت قد ربيته لكن سبحان الله ما شلون طلع هذا الشيطان. لكن المجتمع يقول الشرع مو عليه، الشرع على اللي جابه وخلفه وخلاه بهالدنيا يأدي خلق الله. ما يقول والله رباه واحسن تربيته لكن هو طلع هذا الشكل، شو يسوي بحاله؟ كل ما يملك من قوة استطاع أن يربي لكن ما قدر، سبحان الله. وثم أنه من قال لك كثرة المال هي سعادة؟ هو الله يجر على نفس الويل والثبور. شوف الإمام لما تمثل بها الأبيات مو اعتباط، لما قال باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز. شوف الوصف، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر، لأن يقول فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا. هل كبرياء وهل غطرسة ما مخلي أحد في حاله، وإذا هو جيفة نتنة لو تتأخر عليه ساعة واحدة، بس ساعة واحدة تتأخر عليه ما تقدر تقف إلى جانبه. يقول علي عليه السلام مسكين ابن آدم، علي يقول مسكين ابن آدم تؤلمه البقة، هاي البعوضة اللي ما ترى بالعين، شو تسوي هذه هالحشرة الصغيرة؟ وين جبروتك؟ وين هي بعوضة؟ وين جبروت العالم؟ وإذا فيروس لا يرى بالعين حتى بالأجهزة، ما شل الكرة الأرضية كلها حتى تعرف قدرة الله.
يقول: مسكين ابن آدم تؤلمه البقة تنتنه العرق. من يعرق ما تقدر تقعد جنبه، خلاص تبقى تخرج منه روائح كريهة يتأدى منها البشر. بعد تقتله الشرقة، شرب ماء، شارب ماء قلاص في إيده شرق ومات. هذا كل اختصر إليك علي بن أبي طالب، هذا كل الإنسان اختصر إليك في هالجمعة. وهي هذه سعادة؟ جمع المال وكثرة الولد هي سعادة؟ لا، سعادة وهمية لا أثر لها، سرعان ما تضمحك. طيب وشو السعادة الحقيقية؟ نهاية المطلب هنا. السعادة الحقيقية المتمثلة في الآية المباركة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا اللي يعيش حالة الاطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل به شيء إلا هو أهل لذلك، حتى وإن عاش ما عند درية في الحياة، وحتى لو عاش ما يملك قوت يومه فضلا عن قوت سنته، لكن عيش مطمئن القلب بالله عز وجل، ويموت على اطمئنان قلبه بالله عز وجل، هذا وصل إلى السعادة الحقيقية التي لا سعادة بعدها. والتاريخ يعطيك نماذج، تاريخ يعطيك نماذج. شوف الحسين، خلنا نطرق باب كربلاء. شوف الحسين لما وقف على مصرع الحر بن يزيد الرياحي، سوى هذا؟ ماذا صنع؟ هذا جعجع ببنات رسول الله. لكن تدري لما وقف الحسين عند مصرعه ايش قال؟ رحمك الله يا حر، صدقت أمك لما سمتك حرا، أنت حر في الدنيا ويش وسعيد في الآخر. يعني وصلت إلى السعادة الحقيقية التي لا سعادة بعدها. وبعد يعطيك نموذج آخر التاريخ: أأترك ملك الراي والري منيتي. وجيش الجيوش على الحسين وبنات رسول الله. أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسين؟ لبالك هو حصل على الدنيا؟ ما حصل على الدنيا، بصر به المختار بن أبي عبيد الثقفي وراوه إن الله حق، خسر الدنيا والآخرة. وهالليلة بعد أنت أمام نموذج آخر، شوف قساوة قلب الإنسان إلى أي درجة تصل من أجل حفنة من المال، من أجل دينار ودرهم، وإلا ذول أطفال صغار من عترة رسول الله، من خيرة أبناء رسول الله وآل الرسول، يتوسلون إلى بعنا في السوق، بعنا في السوق وانتفع بثمن، ما إلى ذلك من سبيل. هاي الشقاء، شوف الإنسان إذا وصل إلى الشقاء كيف. طيب ودنا إلى ابن زياد، حيين يصنع بنا ما يريد، قال ما إلى ذلك من سبيل. فقال له: يا شيخ ألا ترحم صغر سننا؟ يعني ما بقلبك رحمة؟ نحن من عترة رسول الله،
نحن ولدي مسلم ابن عقيل، عمنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وصي رسول الله وزوج ابنته والرجل الثاني في الوجود بعد، بل هو نفس رسول الله. قال: ما جعل الله في قلبي لكما من الرحمة شيئا. شقاء، منقطع النظير. قال: طيب إذا كان ولا بد فدعنا نصلي كل منا ركعتين. فقال اللعين: صليا إن نفعتكما الصلاة. آية ملعون، يعني الصلاة ما تنفع منهما، تنفع منك الصلاة؟ فصليا ثم حضنا بعضهما البعض، توجه إلى القبلة: إلهي يا عدل يا حكيم، احكم بيننا وبين هذا الظالم. فقال اللعين لغلامه: يا غلام، خذ هذين الغلامين إلى نهر الفرات واقطع رأسيهما وأتني بهما. إجا هذا الغلام ما يدري، ما يعرف ذول الأطفال من. فقال الكبير: يا هذا ما أشد سواد، ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله. قال: انت تعرف رسول الله؟ قال له: يا هذا بلا، نحن من عترة رسول الله، نحن ولدي مسلم ابن عقيل، أضافتنا عجوزكم البارحة، وهذا الظالم يريد أن يذبحنا. فرمى السيف من يده ورمى بنفسه في الفرات. فقال اللعين: عصيتني؟ قال: أطعتك ما دمت تطيع الله، فلما عصيت الله عصيتك. فقال اللعين: لا يتولى قتلكما غيري. فجاء اللعين وشهر سيفه ورفعه إلى الأعلى وضرب الكبير على عنقه حتى عزل رأسه عن جسده، وإذا بالصغير أخذ يتلطخ بدم أخيه وهو ينادي: وأخاه. هكذا ألقى الله ورسول الله وأنا مخضب بدم أخي. فقال اللعين: لا عليك، سألحقك بأخيك. ورفع اللعين سيفه وضرب الصغير على عنقه، أيوة مصيبته، حتى عزل الرأس عن الجسد. أويلي، جذب حسرة، بثر حسرة، والصدر فوق الصدر وياي يشعب قليب ينظرة، ولا تتفت الصخة يصيح به: داعة الله، وانا يا خويا على الاثار، ينشعب قلبي من عاين، هلا وداج مهبرة، والرجس مالان قلبه، ولا رحم من الحال،
شهر سيفه وقطع راسه وعفر فوق الارمى والعجوز تصيح انا شبيدي عليكم يا الاطفال ذبحكم نحل ترى عظامي وقلبي فطر جبتكم يا ولادي عندي ظلتي عندي نجات صرت يا ولادي سببكم وجلبتكم للمما روسكم راحت هدية أو الجثث وسط الفرات ذبحكم نحل ترى ضامي قلبي فطر ومصيبته خالكم مذبوح ومكم ركبوها على الهزيل والأبو مسلم عقاب ذبح يجرون بحبل والمدينة من العشيرة مغفرة وخال النزيل غلقوا ذيك المنازل والأبواب مغبرة ذاب قلبكم عليكم ذاب هتبكي وتنوح راحوا أولادي بهالبار في طلبهم من يروح ليت بس فارقوني من الجسد تطلع الروح ذبحكم نحل ترى عظامي وقلبي فطر